يعني هو ابو تريكه كده انظلم 100%، لان انت ما عندكيش حاجه تثبت انه ارهابي. لا ده لا لا عنده اسلحه. الارهابي اللي بيفجر، اللي بيضرب كنيسه، اللي بيضرب مسجد، اللي انما ده راجل راجل وطني بيحب بلده واحنا كلنا بنحبه. ده مش جزاته، مش جزاته ان هو يتمنع انه يحضر جنازه والده. اتمنى ابني يكون زي ابو تريكه وربنا يفك ضيقته ويفرج عنه ويكفيه شر السوء. الدوله اقول ما ينفعش اللي بيتعمل في ابو تريكه. اذا كان محمد ابو تريكه حد محظور نزوله مصر، فانا بلوم على منعه انه يزور مصر او ينزل بلده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عشان والده توفى وهو مش قادر يزوره باي سبب سياسي، اي سبب اي كان لمنع حضور جنازه والده، ده شيء ظالم جدا جدا جدا. وبعدين محمد ابو تريكه يعني ده راجل مش احنا شايف ان هم مصنفينه ان هو ارهابي وان هو اخواني. طب ما في حاليا دلوقتي في كل مؤسسات البلد ناس بتنتمي للاخوان، في كل مؤسسات الدوله ناس بتنتمي للاخوان، وكل واحد يتقال عليه اخوان هو عشان شارك في اعتصام رابعه وبعت لهم دعم والكلام ده، او يعني بيقولوا شارك وهم قالوا كده، هم قالوا ان هو شارك وبعت وبتاع. يعني دي يا جماعه مش عايزين نحط كل نظرياتنا او فكرنا على شخص. موضوع الشخصنه ده عيب وما يصحش. يعني محمد ابو تريكه ده شانه شان اي لعيب مصري كويس. والناس، طب اقول لك على حاجه، اعملوا استطلاع راي، شوفوا محمد ابو تريكه الناس يعني حاطه فيه تقارير ايجابيه ولا سلبيه. بس فانا بقول لحضرتك يعني، فانا اللي انا شايفه كل الناس بتتكلم على محمد ابو تريكه وشايف الكلام اوفر قوي على محمد ابو تريكه. للاسف البلد عماله ردت الاموال كلها واتصالحت مع النظام السابق كله. واحد زي ابو تريكه محرزين امواله ومانعينه من دخول بلده ومش قادر يحضر جنازه ابوه، فطبعا دي مأساة. طبعا واحد من الشرفاء اللي معروفين، يعني لدرجة ان المدرب الاجنبي نفسه هو بيشكر فيه، بيقول ان هو الراجل ده كان التبرعات بتاعته على طول. واحد زي سويرس نفسه قال ان هو طلع فلوس، خد 1,000,000 جنيه في موبايل اول ما ابتدت وراح ببعتها على طول، فرقها ما عادتش معاه. واحد بيقوله الدولة بتقول عليه ارهابي، بس ارهابي ازاي وهو عامل كتير لمصر، وهو بيساعد الناس الغلابة، وهو بيعمل كل حاجة حلوة. انا اي حد ما شافش على ابو تريكه اي حاجه وحشه. ابو تريكه ده رمز من رموز الكره المصريه. انا احلى واحد قدم لمصر، ده كفايه بس جاب 3 بطولات لمصر الافريقيه. يعني هم مش مستقبلين ابو تريكه اللي هو العالم كله بيكرمه، وجايين بيستقبلوا ناس ثانيه، بيستقبلوا ميسي مثلا، مع ان ابو تريكه هو الناس بتعتبره رمز لمصر الناس بره. طبعا ده يعتبر فساد وديكتاتورية من هذا النظام العسكري. أنا أول مرة أقول هذا النظام العسكري اللي بيحكم البلد ما ينفعش الكلام ده، ده كلام فاضي. أبو تريكة نجم عالمي بيطلب في كل دول العالم ورجل خير يتقال عليه إرهابي، ولو كان حتى مساند حتى الإخواني ما أقولش عليه إرهابي. هل هو دعم بالسلاح؟ هل هو دعم ماديا؟ طلعوا لنا المستندات. انما كمان ما يحضرش جنازه ابوه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك ولا ابيك، كل حاجتك كلها لابيك، ما بالك بقى ان ابيه توفاه الله ما يحضرش؟ لان هو ما حضرش، لان هم لان هذا النظام الدكتاتوريه تحكم معمول له ضبط واحضار. احنا كده بنطفش الكوادر واللعيبه اللي هي في مصر، اللي هي عندها فن وفي نفس الوقت محبوبه من قطاع كبير من الشعب المصري. ده احنا بنسال رئيس الجمهوريه، اوجه كلمه لابو تريكه، اقول انت راجل محترم ما شفناش منه حاجه، اقسم بالله انا لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا، بس راجل ملم، انا صحفي وملم وعارف الدنيا فيها ايه. هو ممكن يكون مؤيد زي اهالينا وناسنا، اما ايدوا الاخوان، ما احنا ايدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هل لما يتقال انقلاب مثلا هل احنا منقلبين اللي هم ايدوا مثلا يعني؟ ادي ده جانب. ولما واحد يأيد الاخوان مثلا هل هو يبقى ارهابي؟ عايزين نبطل بقى النغمة الفشلة الفاسدة. البلد هتنهار، اقسم بالله البلد هتنهار بسبب ان انا اطفش الناس المحترمة من البلد، الكوادر المحترمة. وده كادر محترم، وطني مصري، لعيب مصري عالمي، كل دول العالم بتتمنى ان هو يبقى موجود معاها، بتتمنى ان هو يبقى محلل رياضي عندهم. انما ما ينفعش كلام ده، كلام فاضي ده.